الاهلي بيتعثر للمباراه الثانيه على التوالي في الدوري بعد خساره سموحه، النهارده بيتعادل مع الجونه في مباراه غريبه وشكل غريب للنادي الاهلي، سواء على المستوى التكتيكي او على المستوى الفردي والمستوى الجماعي وكل شيء. مباراه النهارده عليها علامات استفهام كبيره قوي على النادي الاهلي، مباراه ما شفناش فيها اي ملامح لريكاردو سواريز بتاكد ان المدرب ده جاي يعمل شغل مع النادي الاهلي ومش جاي ياكل عيش. مباراه فيها كلام كتير قوي على ريكاردو سواريز والنادي الاهلي وبرده الاهلي والجونه. فقبل ما نخش في اي حاجه انزل اعمل لايك لو محمد وصلت لك، ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الانجازين. النادي الاهلي والتعثر الثاني على التوالي، هتيجي تقول لي التعثر ده ينسب لمين؟ هل التعثر ده يتحمله مين؟ لاعبين النادي الاهلي ولا ريكاردو سواريز؟ سيب ريكاردو سواريز على جنب دلوقتي، تعال اكلمك على لعيبه النادي الاهلي في البدايه. الاهلي النهارده انت في بعض القرارات في الملعب مش مفهومه بالنسبه لي، استلام اللاعبين، الباصات، القرارات جوه منطقه الجزاء، كل الكلام ده بالنسبه لي كان غريب، لان قرارات لعيبه النادي الاهلي خاطئه، قرارات لعيبه النادي الاهلي مش مظبوطه. ليه؟ لان ده حاجه مش في ايد انا، دي قرارات في اللعيبه، ده مستوى اللاعبين، سواء اللاعبين المهاجمين او المدافعين او ايا كان. عندك محمد شريف قاعد تقريبا 88 دقيقه ما فيش اي حاجه تذكر، ولا قرار ولا استلام ولا اي شيء. صلاح محسن كل قراراته قدام الجون خاطئه، اللهم كره بدماغه حطها في العارضه في الشوط الاول، غير كده قرارات خاطئه. بعض اللاعبين في نص الملعب قراراتهم برده خاطئه. لاعبين الاهلي مش هقول لك بقى تكتيك او ريكاردو سواريز، ريكاردو سواريز تاني مباراه ليه ومش هنحكم حكم مطلق على ريكاردو سواريز في تاني مباراه ليه، لكن لاعبين الاهلي، لاعبين الاهلي دي موجوده من بدري، موجودين من بدري. فانت ليه ما فيش عقوبات مثلا زي ما بياخدوا مكافآت في الفوز، ليه ما فيش عقوبات عليهم في الهزيمه او في الانكسار او اللي احنا شايفينه بالاداءات دي؟ بقالنا فتره شايفين اداء الاهلي غريب، سواء قدام سموحه او قدام النهارده الجونه او مباراه فاتت كمان. حتى المباريات الاهلي بيكسبها بتبقى مباريات بأداءات فرديه، فوز للاهلي باداء فردي من طاهر، فوز باداء فردي من علي معلول وهكذا، لكن تكتيك وشغل في الملعب او 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 قرارات صح من النادي الاهلي مش موجوده. تعالى اكلمك شويه بقى عن التكتيك او عن المدرب او الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي النهارده. الاهلي النهارده بدا بال 4 2 3 1، ولكن في بعض اللمحات اللي حاولت اخد بالي منها في المباراه. اللمحه الاولى وان ريكاردو سواريز كان كل اللي معروف عنه والكل اللي انا قريته والكل اللي انا شفته ان المدرب ده بيحب يبدا اللعب من تحت، بيحب يبدا الهجمه من تحت، ولكن اللي شافه من الوجه الثاني للجونه ان هو بيلعبوا دفاع كومباكت ولكن عالي شويه وبيضغط عليه ومش مديله الفرصه ان هو يبتدي الهجمه من تحت لفوق، فابتدى يلعب كور طويله كتير سواء عن طريق رامي ربيعه او عن طريق ايمن اشرف، حتى عن طريق عمرو السليه اللي كان بينزل لتحت عشان يبدا الهجمه، ولكن ريكاردو سواريز كان بيحاول ان يوصل الكوره على الطرف لصلاح محسن، شفناها كتير جدا لدرجه ان هو نزل صلاح محسن حتى نص ملعب الاهلي عشان يبدا الهجمه من ناحيته، ان هو يبدا الهجمه من ناحيه صلاح محسن ويخلي الناحيه الثانيه طه يخش قلب الملعب ومهاجم ثاني مع محمد شريف ويخلي محمد هاني يطير ناحيه اليمين الناحيه الثانيه عشان الكره حتى لو اتردد ناحيه اليمين موجود الباك عشان يرفع عرضيه ثانيه ويضم صلاح محسن للقلب يبقى فيه ثلاثه جوه البوكس، ولكن ده ما شفناهوش كتير. ليه؟ لان صلاح محسن كان بيزر كتير جدا لنص ملعب الاهلي عشان يبدا الهجمه، وناحيه ثانيه حتى لما طارق كان بيخش القلب ما كانتش الكره بتوصل له، ما كانش بيدفع عرضيات مميزه، صلاح محسن قراراته كتير قوي خاطئه في ارض الملعب، فمن الطبيعي كانت الكره ما بتوصلش لمرمى الاهلي، والاهلي الناحيه الثانيه كان برده مش عارف يوصل لمرمى الجول، لان الجول الناحيه الثانيه كان بيلعبوا برده بيلعبوا بتامر مصطفى الناحيه الثانيه، لعبوا بمنطقيه شويه، ان انا مش هلعب دفاع مفتوح او هرفع البلوك والعب ضغط عالي، لا انا هلعب دفاع كومباكت، حتى لو طلعت ولعبت ضغط عالي برضه بدفاع كومباكت والفريق كله يبقى قريب من بعضه عشان ما ادلكش المساحه اللي انت تلعب بهجمات عكسيه عليا. الاهلي ما كانش عارف يلعب هجمات عكسيه على الجونه النهارده في ظل ان الجونه واقف صح، واقف صح، قفل مفاتيح اللعب الاهلي واقف صح، مش مخليك تعرف تلعب او توصل لمرمى الجونه. الاهلي قدر يوصل لمرمى الجونه لما الجونه بقى عنده نقص عددي، لما طلع عمرو طارق علشان يتعالج بره الاهلي عمل اخطر كورتين في الماتش والكره منهم اللي جابها في العرض، فبالتالي انت ما قدرتش تخترق دفاعات الجونه غير لما الجونه كان ناقص عدديا. طب هتقول لي فين المدرب بقى؟ اللمحه اللي قلت لك عليها اللي شفتها النهارده ان هو خلى صلاح محسن ينزل شويه ويبدا الهجمه من ناحيته، لكن هل الاهلي بدا الهجمه طول المباراه او بدا يلعب الكوره تدريجيا يعني بيتدرج بالكوره من الدفاع لعب نص الملعب وصانع الالعاب للمهاجمين؟ لا ده ما حصلش كتير،
شفنا كتير قوي النهارده الاهلي بيلعب كوره طويله متعلقه سواء لطاهر او لصلاح محسن او لمحمد شريف. تدرج بالكوره فين مش عارف. ريكاردو سواريش ملوش لمحات، ملوش لمحات، ولكن نحكم عليه انه مدرب فاشل او مدرب نصاب وجاي ياكل عيش زي ما انا قلت اصلا قبل ما يستلم المهمه. لا ما نحكمش عليه حكم مطلق، لسه نشوف المباراه الجايه. في ذلك كمان اصلا ان ريكاردو سواريش جاي في وقت زنقه، انت جاي في وقت حاسم، جاي في وقت صعب، جاي في جدول مسحوم، جدول في فرق تقيله، الجونه، في فيوتشر، في بيراميدز، في نهائي كاس مع الزمالك، في ترجع في الاسماعيلي او مقاولين، فانت عندك ضغط ماتشات كبير جدا على ريكاردو سواريش في ظل اللي انت المرحله الحاسمه اللي انت داخل فيها وضغط المباراه دي، انت محتاج تعالج مشاكلك مع الاهلي وتبتدي تحط بصمات على الفريق. ده شغل كبير قوي على ريكاردو سواريش. الاهلي مشكلته كبيره قوي في طلوع بالكوره او التدرج بالكوره، دي مشكله عند ريكاردو سواريش لازم يحلها في الماتشات الجايه. الماتشات الجايه اللي هي ماتشات مين؟ ماتشات فيوتشر، ماتشات بيراميدز، وماتش الزمالك في الكاس. ثلاث ماتشات من العيار الثقيل لازم تعالج فيها مشاكلك. طب سيبك من المشاكل التكتيكيه، تلعب بالكوره وبدء الهجمه وازاي تخلق المساحات وكل الكلام ده، قرارات اللاعبين خاطئه. دي شغل اكبر من انت تشتغل على نقط ضعفك. نقط ضعفك ممكن تقدر تحلها، ولكن قرارات اللعيبه في الملعب دي محتاجه شغل كبير قوي، اللي انت تعلم اللعيبه تاخد القرار ازاي في ارض الملعب. الاهلي حاليا شايل لاعبين اثنين، علي معلول وطاهر محمد طاهر، غير كده في مشاكل سواء في لعيبه نص الملعب او لعيبه المدافعين او حراس المرمى او الباكات او كل شيء. ريكاردو سواريش عنده شغل كبير قوي 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 مع النادي الاهلي، منتظره؟ منتظره. هل الاهلي هيتعثر في المباراه الجايه؟ وارد جدا يتعثر، في داخل في معجنه، داخل في فيوتشر، في بيراميدز بكلام ماتشات الدوري، فيوتشر، في بيراميدز، في الجونه تاني الدور التاني، في مقاولين، وممكن اسماعيلي ماتش مؤجل، فانت عندك مدعكه 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 مدعكه. في ظل المدعكه دي مطالب من كارلوس، من ريكاردو سواريش، ان هو يعالج اخطاء ويعالج نقط ضعف. حمل كبير جدا على ريكاردو سواريش، مفيش اي حكم عليه. وانا شايف من وجهه نظر ان انت ما تحكمش على ريكاردو سواريش اصلا غير الموسم الجاي لما يعمل فتره اعداد ويشرب اللاعبين طريقه لعبه، وتبتدي تحكم على ريكاردو سواريش بدايه من الموسم المقبل. ولكن الموسم ده انت داخل في معجنه ومرحله حاسمه وجايب مدرب جديد بتقول له يلا بقى انزل العب. اللي تقدر تلومهم في الوقت الحالي هم لاعبين النادي الاهلي، ولكن مش كارلوس، مش ريكاردو سواريش تماما. انا واحد من الناس لسه مش مقتنع بريكاردو سواريش، ما اداليش لمحه اقتنع بيه في الماتش اللي فات بتروجيت، قلت لك عنده بعض اللمحات وان هو بيعمل زياره عدديه ودايما بيخلي لاعب خامس يعمل زياره عدديه للاهلي، وده حصل النهارده ان بيخلي زياده عدديه في الثلث الامامي، بيخلي لاعب خامس في الثلث الامامي عشان يقرب لعيبه نص الملعب من الثلث الامامي ويطلع بيرفع بلوك علشان يبتدي يضغط على فريق الخصم. ولكن ده كان بيتضرب او ده ما كانش بيتخلق او مش عارف تخلق فرص، من في ظل اللي انت عامل زياره عاديه مش عارف تخلق فرص، الناحيه الثانيه الجون عامل دفاع كومباك واقف صح مش عارف تخلق فرص، في ظل اللي انت عامل زياره عاديه وعامل خمسه وبتخلي قفشه يخش مع صلاح محسن ومع محمد شريف وطاهر موجود وعلي معلول بيزيد والاثنين بتوع نص الملعب، كل الكلام ده جميل جدا جميل جدا جدا جدا، ولكن بلا فايده اللي انت مش عارف مش عارف تخلق فرصه في ثلث الامام بسبب الدفاع كومباك بتاع الجون. ريكاردو سواريش عنده بعض اللمحات ممكن تكون مميزه، ممكن تكونش مميزه، ممكن تفيد الاهلي في المستقبل، ممكن ما تفيدوش، الله واعلم. ولكن ريكاردو سواريش اصبر عليه، ما نلاقيش ضغط على ريكاردو سواريش، ما نلاقيش انتقاد، لسه بدري قوي على هذا المدرب. في الاخر تقرر راي شخص واحد هو راي انا في مباراه الاهلي والجونه، قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، هل الاهلي قادر على الفوز بالدوري مع ريكاردو سواريش الفتره اللي جايه، ولا خلاص الدوري بيقرب اكتر من 100 عقبه من الزمالك؟ قول لي رايك انت في الكومنتس، ولا حاجه على الجزء الثاني اعمل لايك، ولو مره تشوفني اشرف القناه على الجرس مش حاجه تجي لك اول باول. طبعا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، لا بس في الشات تحت، ومش على فيسبوك، على تويتر كمان مع مصطفى. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.